بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيدات السادة الوزراء المستشارين، الأخوات الأخوة الإعلاميين في سوريا، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدءاً أتقدم بوافر الشكر والامتنان لفخامة الرئيس على هذه الدعوة وزيارتنا إلى سوريا، كما أشكر حسن الاستقبال وكرم الضيافة. العراق وسوريا بلدان مترابطان تاريخيا واجتماعيا وجغرافيا، بالإضافة إلى روابط الدم والقيم المشتركة والتواصل الاقتصادي والثقافي. يعزز ذلك المواقف الوطنية والإنسانية المتبادلة التي تنبع من هذه الوشائج. بالتأكيد الأمن والاستقرار بين البلدين هما عاملان يدفعان نحو المزيد من الترابط والتعاون والتنسيق لمواجهة كل المخططات والتحديات التي تضر بشعبينا الشقيقين. فخامة الرئيس، موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية وبسط يد الدولة السورية والقانون على أقاليمها وكامل أراضيها، هو موقف قانوني ومبدئي، بل هو مسألة تعني الأمن القومي العراقي أولا. وأي جيب خارج عن السيطرة ويأوي المجاميع الإرهابية والتخريبية هو بقعة مرشحة لتهديد العراق والمنطقة والعالم بأسره. مفتاح أمن المنطقة الاستقرار، مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية ذات الجذر الاقتصادي، وربط الشعوب الشقيقة والصديقة بشراكات ومصالح والاستثمار في مستقبل الشباب. عمل العراق جاهدا على عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي ومقعدها في الجامعة العربية، ونعمل مع كل الدول والقوى الداعمة للاستقرار على تعافي سوريا اقتصاديا ومعالجة آثار الحرب، وهو موقف أخوي لا نجزى عنه، بل هو من صلب مصلحة العراق ودواعي أمن المنطقة. ولا مجال لترك سوريا تواجه المخاطر لوحدها، فالأمر سيرتد سلبا على العراق والمنطقة. لله الحمد، الإرهاب انحسر في العراق وهزم وصار مطاردا في الصحارى والكهوف، لأن لدينا قوات مسلحة وقفت بحزم ومنع إزاء هذا التهديد. فالإرهاب لم يتخلى عن فكره الهمجي، إنما هزمناه بإرادة شعبنا. هذه حقيقة يتعين أن يدركها من دعم الإرهاب في الماضي أو يفكر في دعمه مستقبلا. وأستثمر هذه الفرصة لأسجل أسماء آيات الاعتزاز لموقف الشعب السوري وقيادته السياسية في التصدي لأعتى هجمة إرهابية. وما كان موقف أشقائكم في العراق في خندق المواجهة واختلاط الدم العراقي والسوري هو أوضح صورة لشكل العلاقة بين الشعبين الشقيقين. هناك تحديات مشتركة عديدة نعمل على مواجهتها. اليوم زيارتنا هي الحديث في كل المجالات وتعزيز العلاقة والآفاق التي نرى من الأهمية بمكان تطويرها. التحديات الأمنية هي بالتأكيد الشغل الشاغل، يجب علينا أن نحافظ على أمن واستقرار بلدينا الشقيقين، ونحتاج إلى مزيد من التنسيق على مستوى الأجهزة الأمنية وخصوصا في المناطق الحدودية. وأيد فخامتك في
تحدي المخدرات، هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد مجتمعاتنا وتدخل في داخل صفوف شبابنا بشكل مدمر وخطير. ونقاشنا اليوم وما اتفقنا عليه من إيجاد آليات للتنسيق والتعقب والمتابعة هي الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. أيضا يواجه كلا البلدين الشقيقين تحدي شحة المياه وجفاف الأنهر وتأثيراتها المناخية والبيئية على المنطقة. نحتاج أن نتعاون فيما بيننا بما يضمن الحصص المائية العادلة، وبنفس الوقت التحرك والحديث مع دول المنبع في ضمان الحصص المائية والإطلاقات المائية العادلة لسوريا والعراق. أيضا يهمنا أن نعمل بشكل مشترك ومن خلال القنوات الرسمية والمؤسسات الحكومية في معالجة مشكلة اللاجئين وضمان العودة الآمنة والكريمة لهم حال استتباب واستقرار الأوضاع في مناطق سكناهم. ووجهنا منذ لقائنا مع السيد وزير الخارجية في زيارته إلى بغداد الأجهزة المعنية وخصوصا بما يتعلق باللاجئين أو النازحين في مخيم الهول بالتعاون من خلال القنوات الرسمية. العراق التزم من جانبه في إعادة مواطنيه وفق آليات متفق عليها. لازلنا نأمل من دول العالم أن تبادر بنفس الدور الذي قام فيه العراق تجاه مواطنيها الذين يتواجدون في هذا الموقع أو البؤرة التي تؤسس لفكر متطرف وتداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة. العراق يدعم الإجراءات الرامية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بما يحقق مصالح الشعب السوري وضمان استمرار وصول وإدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية إلى جميع فئات الشعب السوري، وبالشكل الذي يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية ونقص وشحة المتطلبات المعيشية الأساسية. استمرار مظلمة الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال الإسرائيلي تمثل سببا آخر لهز الأمن واستدامة الأزمات. لذلك نؤكد مجددا موقفنا الثابت الرافض لأي احتلال إسرائيلي للأراضي العربية أينما كانت، ونؤكد وقوفنا مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية على أرضه التاريخية، وهو حق إنساني وأخلاقي قبل أن يكون موقفا سياسيا منا. كما نرفض كل الاعتداءات والعدوان الإسرائيلي ضد سوريا ولبنان. المقدسات الإسلامية هي بوابة للوحدة الجامعة وعامل مقوي للترابط الاجتماعي القيمي بين شعوب المنطقة. لذلك نؤكد موقف العراق الرافض لأي إساءة لها، ونجدد استنكارنا لفعلة حرق المصحف الشريف لما يمثله من تعدي واضح على المسلمين جميعا وعلى قيم التعايش وقبول الآخر. منهجية الحكومة العراقية منذ أن تشرفنا بترأس هذه الحكومة وإقامة العلاقات المتوازنة مع الجميع وخلق الشراكات الاقتصادية. والعراق اليوم يمد يد المساعدة ويد التعاون والصداقة والشراكة المتكافئة لجميع الأصدقاء والأشقاء، والأبواب مفتوحة نحو تبادل الاستثمار. طرحنا مشروع واعد ومشروع طريق التنمية، وهو فرصة للاستثمار بين كل دول المنطقة بما يعود بالفائدة على شعوبنا. أكرر شكري الجزيل فخامة الرئيس، تمنياتي القلبية للشعب السوري بكل الخير والاستقرار والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.